إليكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 9.4 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 14,847,652 سهما بقيمة إجمالية قدرها 5,062,259 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 96.28% من القيمة الإجمالية للأسهم.